بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هحل معاكم الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. درس في منتهى الأهمية، لازم نركز شوية في الملحوظات اللي هنكتبها، نحل مع بعض القواعد والمواقف زي ما تعودنا. وفي آخر الدرس إن شاء الله نقرأ مع بعض كلمات الدرس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ لي بصفحة 265 بالنفي. ناخد لمحة عامة عن النفي كده بسرعة، إحنا شرحناه طبعًا في الفيديو بتاع شرح الوحدة هو كامل. بس النفي بحط الفعل بين الني والبا. الني دي ممكن تبقى إنها بصرف. ولو فعل واحد، أنا فعل بالظبط الفعل الأول. وكان قال لي في شوية ملحوظات إن آن وإن ها ودي ودو ها ودولا دي ولا بصرف، كل دول يتحولون إلى دي أو دي بصرف ما عدا فعل أتر. حتى كمان أدي أول واحدة، إن الدو والدولا والدو ولا بصرف والدي لا يتغيرون إن جاورهم مكان أو شخص. بالعربي كده إذا كان معناهم من أو عن. حتى كمان العدد يتم حذفه ونحذف الأس ونضف دي أو أو دي أبوصرف مكانه. يبقى العدد هيتشال ونشيل الاس اللي بعد الكلمه بتاعت العدد ونحط دي او دي ابوستروف مكانه. في تعبير على بعض في الفرنسي اسمه با دو تو، معناه اطلاقا او على الاطلاق، معناه اطلاقا او على الاطلاق ولا يتغير. خلي بالك من الشكل ده وما يتغيرش خالص. يفضل لي في النفي حالاته. ايه حالات النفي؟ تعال نقولها سوا. قال لك انك في كلمه اسمها انكور معناها ما زال نفيها بني بلو لم يعد. يبقى انكور معناها ما زال نفيها ني بلو لم يعد. كلمه كي وكلمه كلكا، كي يعني من وكلكان يعني شخص ما، الاثنين ده هما بنفيهم بكلمة ني وبرسون أو بيرسون ني لو كانوا بادئين الجملة معناهم لا أحد. اللي جاي كالك شوز شيء ما، وكلمة كو ماذا وكوا ماذا وكسك لآخرها أو معناها ماذا، وخد كمان كسك اللي آخرها إي من غير العاقل. دول كلك نفيهم بكلمة اسمها ني ريا أو ريان ني إذا جت في البداية يعني لا شيء. يفضل في النفي كلمة سوفون وكلمة توجور وكلمة بارفوا وكلمة توتفوا وكلمة كالكفوا. وكلمة كونت اكس الضوء، ادي غالبا دائما احيانا متى، كل دول بنفيهم بكلمه اسمها ني جامي لا ابدا. نخش نشوف النفي مع بعض. عايزين في صفحه 266 بديل باول جمله انت تشرب كافيه قهوه، تعال نسمع سوا. يبقى جو ني بوا الفعل ما اتغيرش عشان مع جو زي التي، وعندك دو بس نسيت احط البا ادي الباي. يبقى انت كل اللي هتعمله هتحط الفيرب بين الني والبا. اما الدو
يشرب قهوة، ده مش مكان خلاص يبقى شيء، يبقى من فوق نحط مكانه دي او واكتب كلمة كافيه، يبقى شلنا الدي او وحطينا دي او وحطينا كلمة كافيه. فو افي ان شيان، انت عندكم كلب؟ هقول له نحن، اللي هي نو ني افون، ليس عندنا با، وحول ان الى دو واكتب كلمة شيان. انت سوف تخرج هذا المساء، ادي فعلين يتم نفي الفيرب الاولاني اللي هو فا، تعال نفوسو، يبقى جو ني فا با، حطيت فا اربع حروف مع الجو وادي با، وكمل سورتير هذا المساء ما تغيرش. طب اذا جالك فعل ذو ضمرين، يتم وضع الفردتين بتوع الفعل ذو ضمرين بين الني والبا، يبقى ال ني سو بروموني با، وكمل. شوف السؤال اللي جاي، تي مانج، انت تاكل خمس تفاحات، ده عدد، احنا لسه متفقين مع بعض العدد بيتعمل ازاي، تعال نشوفه سوا. العدد يتم حذفه، ونحذف الاس اللي في الكلمه ونعوض مكان العدد ده بدو، نرجعه تاني، يبقى جو ني مانج، اخرها او عشان مع الجو، ادي با، ادي فرضة النفي الثانيه، خمسة تتشال احط مكانها دي او واكتب كلمة بوم اللي هي تفاح بدون الاس. نشوف السؤال اللي جاي، هو اشترى انفيست جاكيت، يبقى هو، يبقى ال ان ابوستروف عشان اشيت مبدوء بحرف متحرك، با ان تحول الى دو، وكمل فيست. فوزاليا شتير، انت سوف تشتري، انتم سوف تشترون لجم خضروات، يبقى نو ني ان ابوستروف الله، هيبقى نهايتها او الناس با، يبقى انا نفيت الفعل الاولاني، لسه في فيرب اسمه اشيتي، ماليش دعوه بالمصدر. عندك الدو اس تحول الى دو، وكمل خضروات، يبقى شلنا الدو اس. انه ما كت، ادي فيرب اتر الذي لا يتاثر بالنفي، يبقى سو ان ابوستروف اي با، ادي فيرب اتر يحول الى ان زي ما هو، ما اتغيرتش عشان لا يتاثر بالنفي. تعال نشوف الاختيار، اون فيل في المدينه، النيابه ده نفي، ياخد دي او دي ابوستروف، حشرات جامع ماليش دعوه، انا ليه دعوه بمبدا متحرك ولا لا، يبقى اخد رقم سي. علاقة ماني في الريف، اون ني تروف با، ده نفي، ادور على واحده فيهم بتاعت نفي، قال لك يا دي او يا دي ابوستروف، يبقى خدنا الاولانيه. سيني ايه با، هذا فعل اتر، خلي بالك ان موسى مذكر، يبقى ناخده ان الاخرانيه. طب ليه مسيو خدت ان؟ عشان اتر لا يتاثر بالنفي. تعال نشوف، نوني في زوبا، نحن لا نمارس رياضات، انا ماليش دعوه، ده نفي، اخد دي او الاولاني. جيني جويبا، انا لا اعزف على الكمان، الاله الموسيقيه، الاله الموسيقيه لا تتاثر بالنفي. العود او الكمان ده مذكر، يبقى ناخده دو اللي هي رقم سي. شوف السؤال اللي جاي، سارة ني مانجبا، لا تأكل، ده فعل مانجي منفي، أدور على واحدة قال لك دي أول أخرانية. نشوف السؤال اللي جاي، نو ني في نوبا، نحن لن نأتي من كندا، احنا لسه كاتبين مع بعض المكان لا يتأثر بالنفي، وكندا دولة مذكر، الدولة المذكر بتاخد دو، حطينا لها دو برضه في النفي لأن معناها من أو عن. سيني سومبا، ده فعل اتر وايس كريم جامع، قلت انه واخد دي واس على طول لان انا فاكر ان المسيو قال لي انها لا تتاثر بالنفي. جيني ام با وتو، احنا لسه ما كاتبينها في الملحوظه، با وتو تعبير على بعضه، با دو تو لا يتاثر بالنفي، يبقى خدنا رقم سي. بير لا يفضل، احنا خدنا افعال التفضيل، يحب ويعشق ويكره ويفضل، انا كتبت اربع افعال، يحب ويعشق ويكره ويفضل، تاخذ اداه معرفه في النفي والاثبات، كتبت الملحوظه على جنب، يحب ويعشق ويفضل ويكره، تاخذ ادوات معرفه في النفي والاثبات. ادي كلمة لا كمباني الريف مؤنث، انا عندي فعل بريفير في النفي، اوعى تاخد دو، خد لا عشان فعل بريفير بياخد معرفة. نشوف السؤال اللي جاي، مسيو سيدي فو ني مونجي، ده نفي عادي، وعندك كلمة مبدوءة بحرف متحرك، وانا مغمض اخد دي ابوستروف.
سيني ايه بعض فعل اتر لا يتأثر بالنفي والمزرعة مؤنث، يبقى خدنا ان اللي هي رقم ب. صفحة 268 بلو لم يعد جميل ابدا، ريان لا شيء، بيرسون لا احد. عايزين نحط الاختيارات ده عندي اللي هي لم يعد ولا ابدا لا شيء لا احد على الجمل الاتي: انت تريد ترتايا جاتو؟ قال له لا انا لم اعد اريد، او انا لا اريد شيء، يبقى اخد كلمة ريان، هي ريان الاحسن. أنت تفعل شيء ما هذه العطلة؟ قال له أنا لا أفعل شيء، يبقى خدنا ريان. تيري غاردي إنكور، أنت ما زلت تشاهد التلفزيون؟ كلمة إنكور بالفرنسية فيها بلو، أدور وأحط كلمة بلو، أنا لم أعد أشاهده. والديك يكون هناك؟ قال له لا لا يوجد، يبقى أحد، كلمة برسون. تيفون كور، أنت ما زلت تريد ماء؟ قال له أنا لم أعد عطشان، يبقى إنكور مع بلو، يبقى خدنا كلمة بلو عشان كلمة إنكور موجودة في الجملة. كاسك فو مونجي، ماذا تأكل؟ قال له نحن لا نأكل شيء، يبقى خدنا رياء. تيفيل اكسرسيس دو ماس، أنت تما تعمل تمرين الرياضة؟ قال له أنا لا أفهم شيء، يبقى خد رياء. فو فيزيتي، أنت تزور تجور دائما المتحف؟ قال له نحن لن نزور المتحف أبدا. جميل، خدنا جميل إيه؟ عشان في كلمة تجور. اختياري تي فا فوار جون، أنت سترى جون في النادي؟ قال له أنا لن أرى أحد، أدور على كلمة أحد، قال لك كلمة برسون. كاسك تي شيرت، ماذا تبحث عنه؟ قال له أنا لا أبحث عن شيء، يبقى كاسك مع ريان، أدور في التصريف اللي إحنا الحاجات اللي إحنا كنا عملناها مع بعض، التلخيص الصغير دهوت، يبقى كاسك مع كلمة ريان. أنت تذهب غالبا إلى الغابة؟ قال له أنا لا أذهب، تو سوفونت من الكلمات اللي دلها الدالة على النفي بتاع جامي. أنت تذهب غالبا إلى الغابة؟ قال له أنا لا أذهب أبدا إلى الغابة. تعال نشوف السؤال اللي جاي. تي بوا، أنت تشرب، ما زلت تشرب كافيه؟ إنكور مع بلو، أدور على طول، أنا لم أعد أشرب كافيه، بأخذنا كلمة بلو. أنت تشرب كافيه؟ قال له أنا لم أشرب شيء، يبقى أخذنا كلمة ريان. شوف السؤال اللي جاي. فو فيت كوا، ماذا تفعل؟ قال له نحن لا نفعل شيء، يبقى أخذ كلمة ريان. مع من أنت سوف تخرج؟ قال له أنا لم أخرج مع أحد، أدور على كلمة أحد، قال لك كلمة برسون. فو أشتي دي فروي، أنت تشتري فواكه؟ قال له نحن لا نشتري فواكه، نفي عادي لأن ما خلناش يدل على أي معنى، يبقى ناخده كلمة با. فو أشتي، أنت تشتري فواكه؟ قال له نحن لا نشتري شيء، يبقى خد كلمة ريان. كوند مع جامي، تعال نترجمه، متى تخرج في مجموعة أو في جروب؟ قال له نحن لا نخرج أبدا في جروب، يبقى خدنا كلمة جامي عشان كوند. تومبير، أبوك يكون ضلو صالون في الصالون؟ قال له لا لا يوجد أحد في الصالون، أحط كلمة بيرسون. أنت تفهم الدرس؟ قال له أنا لا أفهم الكيمياء، لا أفهم شيء، يبقى خدنا الأولانية ريان. اللي جاي، اللي يوجد شخص ما تعلم فيها سوا؟ هقول له لا يوجد احد. ال نيا، حطينا الفعل بين الني وبرسون، لا يوجد احد، وكمل ضل كلاس. هي تسمح سوفون غالبا، لسه مديها لكم، غالبا مع جامي، يبقى ال ني ايكوت، ماليش دعوه بالفعل، جامي وكمل سي سي دي، بشيلنا كلمه سوفون وحطينا جامي وكمل. فو اشتي كلك شوز، انتم تشترون شيء ما؟ قال له نحن نو ني اشتو، هتبقى نهايتها او الناس، وكلك شوز نفيها ريان، وكمل شلنا كلك شوز وشي حطينا ريان وكمل الجمله. هم ياخذون دائما، يبقى هم لا ياخذون ابدا. ال اللي فاتت ديت هو عايزها مع النو، لان نوم السؤال يبقى فو زي ما هي، واشتي هيبقى نهايتها او زد عاديه خالص. البريني هم لا يأخذون، يبقى إلني بريني هم لا يأخذون، تجور مع كلمة جامي وكمل. نو أفو، يبقى نو ني أفو
انكور مع كلمة بلو وكمل. جايب لك بوركوا والإجابة عليها. تعال نشوف تلخيص البوركوا كده ونشوف هنعمل معاه ايه. بوركوا في الفرنساوي معناها لماذا. الإجابة عليها بتكون بكلمة كار أو بارسكو. كتبنا الاتنين، الاتنين دول معناهم لأن، والاتنين دول بيجوا وراهم جملة كاملة، يعني فاعل زائد فعل زائد مفعول أو فاعل زائد فعل، المهم موجود فعل في الجملة. كلمة بور معناها لكي، بيجوا وراها مصدر أو نيبا ورا بعضها نفي عموما والمصدر. تعال نشوف التالتة، كلمة أكوز دو بسبب، بيجي وراها جملة بدون فعل، ما فيهاش فعل، سبب سلبي، ممكن مش جملة ممكن اسم وخلاص، بسبب علي، بسبب مرضي، بسبب إلى ما لا نهاية. ولو جت وراها سوء الطقس مثلا أدي جملة بدون فعل، سبب سلبي، معناها أكوز دو. خد الرابعة بتاعتها، كلمة جراسة بفضل، بيجي وراها جملة بدون فعل، سبب إيجابي أو اسم. أدي تلخيص لكلمتها بوركوا. تعال نحل عليه، أنت لا تتدرب، قال له بارسكو لأن، وجا وراها جملة كاملة أهي، يبقى خد كلمة بوركوا اللي هي معناها لماذا. طب نشوف اللي جاي، بوركوا لماذا أنت تتبع رجيم؟ ها؟ قال لك أنا أريد أن أخسر الوزن، جملة كاملة ولا لأ؟ جملة كاملة، يبقى خد كلمة بور ما تنفعش، بارسكو تنفع، يبقى خدنا بارسكو. بوركوا لماذا أنت تسافر أمباتو في مركب؟ قال لك أنا بخاف، جملة كاملة، أخاف من الطيارة، يبقى خد كلمة كار، يبقى كار وبارسكو بيجوا وراها جملة كاملة. بص اللي جاي، لماذا أنت لا تأكل سكر؟ لكي لا، أدي نفي ومصدر، أدور على واحدة فوق دول بيجوا وراها نفي ومصدر، قال لك أنت لسه مديها مسيو اللي هي كلمة بور الأخرانية. بوركوا لماذا أنت لم تخرج؟ قال لك سوء الطقس، سبب سلبي ولا إيجابي؟ مفيش فعل في الجملة ولا لا؟ أديني خلصت، يبقى سبب إيجابي وسبب سلبي ومفيش فعل في الجملة، يبقى خدنا أكوز دو. الدول اللي أنا كنت كاتبها كنت كاتب أكوز دو، الدو دي تتغير تبقى دي أو دي لا دي إلا بصرف إلى ما لا نهاية. لماذا أنت لا تأكل؟ قال له أنا لست جوعان، جملة كاملة، يبقى أخذ كلمة بارس كول أولاني. نحل مواقف الدرس سوا. فوكس بليكي، أنت تشرح لماذا أنت مزاجك سيء؟ أنت تقول بارسكي لأنني أكون في اللياقة أو في الفورمة، لا، بارسكي لأنني سعيد، لأن عندي ألم في الرأس، يبقى خدنا رقم سي لأن عندي ألم في الرأس. زميلك يشرح لماذا هو لا يسافر بالطائرة، هو يقول بارسكي لأن الطائرة سريعة، لأنني أحب السفر إلى الخارج، لأنني أخاف من الطائرات، يبقى ليه ما بيسافرش بالطيارة؟ لأنه بيخاف من الطائرات اللي هي رقم سي. فوترا مي، زميلك يكون تريست حزين وأنت لوي دومان تطلب منه السبب، أنت تقول لماذا أنت مزاجك سيء؟ خلاص خدنا مزاجك سيء الأولاني. فودنيا، أنت تعطي رأي على الحياة في الريف، أنت تقول بالنسبة لي الحياة سهلة في المدينة، دي المدينة أنا أقضي العطلة مش عايز دي في حاجة، المدينة مش عايزها في حاجة، أنا أحب الحياة في الريف، يبقى خدنا الأخرانية. فودي موندون، تطلب من فوترا مين من زميلك لماذا هو يحب الريف؟ هو يقول لأنه يوجد تلوث، لأن أنا بخاف من الحشرات، لأن الهواء منعش، يبقى خدنا رقم سي. ده لو بيحب، ما بيحبش الاتنين الأولانيين ينفع، واحدة منهم اللي هي التانية في حشرات. أنت تشرح لماذا أنت لا تذهب إلى الريف، أنت تقول لأنه يوجد حشرات لسه قايلينها دلوقتي. فو فو فورمي، أنت تسأل عن الطقس، ماذا يكون في الريف، أنت تقول ما يكون رأيك مش عايزها في حاجة، ما حالة الطقس في الريف، يبقى خدنا رقم بي. فو دوماند، أنت تطلب من فوترا مين من زميلك سونو بنيون رأيه على الحياة في الريف، أنت تقول ما حالة الجو في الريف، ما يكون رأيك على المدينة، أين تحب أن تعيش؟ كيف تجد الريف؟ خدنا الأخرانية، كيف تجد الريف؟ شوف السؤال اللي جاي.
فوني زيت بقى، انت لا تكون في اللياقة او في الفورمة انت تشرح السبب، انت تقول لان انا اكل جيدا لانني عندي الم في الساق. يبقى انت مش في اللياقة عشان عندك الم في الساق اللي هي رقم ب. فوني صبيبة، انت لا تعرف ان تلعب تنس، انت تشرح السبب، انت تقول لانني لا اتدرب ابدا. خلاص ما بتتدربش. شوف السؤال اللي جاي. وفي بور، انت خايف من الماء، انت تقول انا امارس السباحة وسافر بمركب، انا لا اعرف انا اعوم. يبقى لا اعرف انا اعوم، يبقى انا بخاف من الماء. وديمان، تطلب من فترة مين من زميلك لاريزون، يعني سبب دي سون ابسونس غياب، وبتطلب من زميلك سبب غيابه، وانت تقول لماذا انت حزين، لماذا انت غائب. يبقى لماذا انت غائب، خدنا رقم ب. فو بارل، انت تتكلم عن عيوب مميزات، ادي كلمة افنتاج اللي هي مميزات المدينة، انت تقول الحياة سهلة في المدينة، رقم ا. فو بارل، انت تتكلم عن عيوب، ادي كلمة ديزافنتاج عيوب اللي هي عيوب المدينة، خلاص الريف. انت تتكلم عن عيوب الريف، انت تقول يوجد حشرات الاولانية زي بعض. فوتر مي، زميلك فو دوموند يطلب منك لماذا انت تذهب الى المزرعة، انت تقول لكي ألعب تنس تنفعش، لكي أسبح ما تنفعش، لكي أربي أو أوكل الحيوانات، هي دي التي أرعى وأربي أو أوكل الحيوانات اللي هي رقم سي. فوديمان، أن تطلب من زميلك سونافي رأيه على الريف، أنت تقول كيف تجد الحياة في المدينة، المدينة ما تنفعش، ما رأيك في الريف. يبقى ما رأيك في الريف، يبقى خدنا رقم بي. شوف السؤال جاي. أنت تطلب من زميلك لماذا هو يغلق النافذة، هو هيقول لك لأنني حران، خائف، جوعان، بردان. يبقى خدنا الأخرانية، أنا جوعان بردان الأخرانية. فو بروبوز، أنت تقترح إلى زميلك قضاء بعض الأيام في الريف، أنت تقول أنت ترغب في الذهاب إلى الغابة، نذهب إلى البحر، أونفا نذهب إلى الريف، هذا يناسبك. يبقى ده الاقتراح، خدنا رقم س. فوكونسي، أنت تنصح فترة مي زميلك ألا يعمل ضوضاء، أنت تقول اعمل ضوضاء ما تنفعش، لا تتكلم بلطف تنفعش، تكلم بصوت عالي، بوت فو يعني صوت عالي ما تنفعش، جارديل سلانس إلزم الصمت هي اللي تنفع. فوديموند، أنت تطلب من فترة مي من زميلك سي إل كونيك الكان، إذا كان هو يعرف شخص ما في النادي هو هيقول لك أنا لا أعرف شيء، أنا لا أعرف أحد. يبقى خدنا رقم. فؤاد ماريا، أنت معجب بالريف، أنت تقول إنه رائع، خلاص إنه رائع. شوف السؤال اللي جاي. فوافي مال أوبد، أنت عندك ألم في الأقدام، أنت تقول جيني فوابا، أنا لا أرى جيدا، أنا لا أمشي جيدا. يبقى الأقدام مع المشي، خدنا رقم ب. فوافي لابتيد، أنت عندك هواية الخروج سيال بمفردك، أنت تقول أنت عندك عادة أنت تخرج لوحدك، أنت هتقول أنا لا أخرج، أو أنا أخرج دائما مع أصدقائي، أنا أحب الخروج مع الأسرة، أنا لا أخرج مع أحد. يبقى بخرج بمفردي برقم سي. فوز اللي على كمبانيا، أنت تذهب إلى الريف شك ويك إند كل عطلة، أنت تقول أنا أذهب دائما إلى الريف مش دائما ده كل عطلة، أنا لا أحب الذهاب إلى الريف ما تنفعش، أنا لن أذهب إلى الريف أبدا ما تنفعش، أنا أذهب إلى الريف مرة أسبوعيا. يبقى كل عطلة عطلة أسبوعية برقم دي. أنت لا تأكل شيء في الغداء، أنت تذكر شرح أو تفسير، عندي ألم في الساق ما تنفعش، أنا ليس عندي ألم في الأسنان ما تنفعش، أنا عندي ألم في الفنتر في البطن، خلاص خدناها رقم سي. فو كوني، أنت تعرف لاريبونز الإجابة، قال له أنا نحن لا نحن لا نعرف شيء. يبقى خدنا كلمة ريان. لايتي، الصيف انتهى، لوتون بالطقس لا يكون حار، لم يعد حار. يبقى نيبلو. كوند، متى مع جامي، وانا مغمض ادور على كلمة جامي ما لقيتهاش. يبقى هو السؤال عايز حاجة تانية، متى انت تخرج مع جوليان، قال له انا لا اخرج مع احد. يبقى خدنا كلمة برسون. انت تشرب عصير فواكه، قال له انا لا اشرب، انا لم اشرب شيء. يبقى خدنا ريان الاولاني. أنت لا تعرف أحد، قال له أنا أعرف جون. يبقى بلا رقم سي. رقم ب بلا. جيفيان دومر من مونجير، أنا توا أكلت
جي انا توا اكلت قال لم اعد جوعان، ادور على كلمه لم يعد قال لك بلو. هي ما زالت تمطر قال له هي لم تعد تمطر، يبقى اخد كلمه بلو. السؤال اللي جاي، فو مونجي انت تاكل بسكوت؟ قال له لا نحن لم ناكل شيء، يبقى خدنا كلمه ريان. انت تعرف هذه السيده؟ قال له لا انا لا اعرف هذه السيده، ده نفي عادي، يبقى ناخده كلمه با. انت تعرف هذه السيده؟ قال له انا لم اعرف احد، يبقى خد كلمه برسون. الجملتين حلوا بعض تحت بعض. انت تجيب على الاكسرسيز؟ قال له انا لا افهم شيء في الرياضيات، يبقى دور على كلمه شيء، قال لك كلمه ريان الاخرانيه. منبر ابويا لا ياكل، ده نفي عادي، اخد يا اما دي او يا دي ابو صرف، خدنا دي او الاخرانيه. لماذا انت لا تخرج؟ قال له انا يجب علي ان اذاكر. جمله كامله، يبقى خد برسكو الاولانيه. سيسونت دي بيساج، بيساج مناظر جمع مذكر، ادور على واحده بتدور جمع مذكر، الاولى مذكر، الثانيه مؤنث، الثالثه جمع مذكر، اخدتها وانا مغمض. لوك اند في العطله، نحن نذهب عند جدينا، عند ادور على العاقل لان شي بتيجي مع الاشخاص وبار بتيجي مع الاماكن، يبقى خدنا شي الاولانيه. صديقي يكون خجول، هو لا يتكلم الى احد، ادور على كلمه احد في دول، قال لك كلمه بيرسون. خائفين، كلمه بور خايف، خايف بتيجي مع فيرب ايه؟ قال لك مع فيرب افوار الاخرانيه، خدناها كتير. جيمانج انا اكل قليل من كل شيء لكي لا انحف، ادي مصدر فعل وقبله نافي، نافي وبعد كده مصدر فعل، باخد كلمه بور اللي بيجي وراها للشكل اللي احنا قلنا عليه ده. ده فيرب اترف النافي، وكلمه اشجار جمع، ادور على واحده بتاعت جمع، قال لك الاخرانيه. الشتاء انتهى لم تعد تمطر، عايز كلمه لم يعد بالفرنساوي، قال لك كلمه بلو. سال سؤال قال له انت تقضي سهرتك او اوقات فراغك؟ قال له انا احب الذهاب الى الجبل، يبقى كيف تقضي اوقات فراغك؟ يبقى خد كلمتكم. اين انت تذهب؟ ادي فعل تذهب، ممكن يكون معناها سوف، قال لك فعلا ده معناها سوف عشان جا وراها فعل في المصدر. واحنا قلنا لما تيجي تجيب المصدر لابد من تحويل السو حسب التي، التي بتاخد تي الاولانيه. شوف السؤال اللي جاي، انت تدعو شخص ما؟ قال له لا انا لا ادعو، ادور على كلمه احد، قال لك كلمه بيرسون الاخرانيه. بيقول لك اللبن يكون طازج نحن نشرب منه، فاكرين ياكل واشرب بتاعت بدايه الولد اللي فات؟ يبقى ناخذ منه عشان ياكل واشرب بتاخد اون. لو انت بردان انت امر مع التي، افتكر الامر بحذف حرف الاس مع الضمير تي في فعل المجموعه الاولى، يبقى خدنا رقم سي. جيني سورس بقى انا لم اخرج، اكوز دو موفيتوم، دو موفيتوم مذكر، ادور على ان دو فيهم، قال لك اللي هي الدي او. شوف السؤال اللي جاي، انت لن تذهب الى البحر؟ قال له بارسكو، لان ادور على كلمه بوركوا وانا مغمض. لماذا الريف السي ابوستروف اس تي؟ احنا خدناها سي اي، ياتي دائما بعدها صفه مفرد مذكر ولا تتاثر بكلمه بلود بتاعت مقارنه، يبقى خدنا الاولانيه. لاسمان بروشان الاسبوع القادم، ده زمن مستقبل، والمستقبل كان تصريف فعل اللير زائد المصدر، ادي الجو ادور على اللير والمصدر، قال لك الاخرانيه. يعيشون الطيور، يبقى عايز ماذا ولا لماذا ولا اين؟ قال لك اين يعيشون الطيور اللي هي رقم سي. انت تريد ان تاكل شيء ما؟ قال له لا نحن لا نريد شيء، ادور على كلمه كالكشوز، قال لك نفيها كلمه ريان الاولانيه. انا لو احب تعبير على بعض فاكرينه؟ باديتو، اهي جت تحتها على طول اطلاقا او على الاطلاق، ما تاثرش باللي وراها، مذكر مؤنث جمع مفرد ماليش دعوه. جوني ومارس عجل اخوه، دي مقارنه، مفيش كو في الجمله، ناخد اللي فيها كو، ادور كده لحد ما الاقي واحده فيها كو، قال لك اه باخد دهيت اذا لم نجد كو في الجمله، واذا حسيت ان الجمله بتاعت مقارنه. سيني صومبا ده فعل اترف النفس، وعلى طول وانا مغمض، وراه مفرد ولا جمع مفرد، يبقى اخد دي. انا لا احب كثيرا، انا احب كثيرا، دي معناها كثيرا، خلاص انا خلصت، ما تاخدش دو، ادي كلمه جموع عن الفرسه، الفرسه مؤنث، ادور على ست الاخرانيه.
فوني صفيبا نجير أنت لا تعرف السباحة؟ قال له نحن نعرف السباحة. نفس الجملة مثبتة، بكرر كل حاجة. يبقى خدنا سي الأخرانية. أنت تأكل لحوم؟ قال له نعم نحن نفضلها اللحوم مؤنث. وفعل يفضل بياخد أداة معرفة، أدور على أداة معرفة مع فعل يفضل وعلى اللحوم مؤنث، يبقى خدنا كلمة لا. وجبات تأخذ أنت يوميا، عايز كم من الوجبات؟ خدنا الأولاني. منفرير أخويا يكون تخين، أنا أنصح. إحنا اتفقنا الحصة اللي فاتت إن كلمة ينصح تبقى إليه أو إليهم، أخويا مفرد يبقى أخد إليه اللي هي رقم سي. إلى من اشتريت أنت هذه الهدية؟ قال له أنا لم أشتري هدية إلى أحد، بيرسون، عشان كلمة كي. منذ دقيقة ده ماضي حديث، تصريف فعل فينير زائد دو زائد المصدر. أدي الأم بتساوي الضمير ال، يبقى تصريف فينير زائد دو زائد المصدر، يبقى خدنا رقم ب. ميزامي أصدقائي هذا يناسبكم يعجبكم، يبقى خدنا كاف ميم اللي هي فو. بركوال لماذا أنت تذهب إلى البحر؟ قال لك أسبح، عايز مصدر. طب المصدر موجود، إيه الكلمة اللي بيجي وراها مصدر؟ قال لك كلمة بور الأولانية. إنها سارة أنا سوف أخرج معها، أدور على واحدة بدون معها، قال لك قال، يبقى دي معه، معها، معهن، وإذا ما تجيش بعد حرف جر لا تأتي. إنه صديقي أنا أشرح إليه، عايز كلمة إليه بالفرنسية، لسه واخدها دي ثانية، لوي. ديت يعني منه أو عن، وده حرف الهاء بس، ودي إليهم ودي إليه. اكتب الملحوظات واكتب الترجمة، أنا ماشي على مهلي موريش حاجة. سوني إيبا ده فيرب أترف النفي، والحشرة مذكر، أدور على واحدة بدون مذكر، قال لك أنا الأولانية. طب خدناها ليه؟ عشان فيرب أتر لا يتأثر بالنفي. أنا أحب وجيب لك بعض النقط، أنا افتكرت إن في الدرس الأولاني خالص اللي إحنا خدناه إن فعل جويه هو اللي بيجي وراه طب خدته مصدر ليه؟ عشان فعل مصرف الأولاني. نحن نمارس، أدي فعل فير مع السباحة، السباحة مؤنث، أدور على واحدة بدول فير مع السباحة كان بياخد دول. بارتي أجزاء جمع مؤنث، أدور على واحدة بدول جمع مؤنث، يبقى خدنا كل الأولاني. تيري فيزياء أنت تراجع الدروس؟ قال له لا أنا لا أفهم شيء في الفيزياء، عايز كلمة شيء، قال لك كلمة اسمها ريان. بدأت الأسئلة تتنوع، ممكن نحط أي عدد من الأسئلة. الحيوان مذكر مبدوء بحرف متحرك، أدور على واحدة بدون مذكر مبدوء بحرف متحرك، قال لك ست التالتة. أسك جوليا هل جوليا تحب الشاي؟ قال لك نعم هي تشرب منه. عايز اقول لك تشرب منه، احنا اتفقنا مع بعض ان فعل يشرب وياكل بتاخد ان الاخرانيه. يا رب الملحوظات تتكتب. دمان غدا ان بتساوي الضمير ال، وغدا ده زمن مستقبل، يبقى تصريف فيربال لير زائد المصدر، يبقى خدنا الاخرانيه. نشوف السؤال اللي جاي. تيمون جوكوان ماذا تأكل؟ قال له أنا لا أكل شيء، أدور على كلمة شيء في دول، قال لك اللي هي كلمة ريان. في العشاء جيبريند أنا أخذ زبادي، الزبادي مبدوء بحرف جريج منطوق، الزبادي مذكر، أخذ دول أولاني. جون يكون فاضي أنا أقترح عليه، يبقى إليه، في، عليه، به، له، عنده، قال لك لوي. أنت لا تشرب صودا؟ قال لك نحن نشرب كافيه، قهوة، يبقى ناخده نو، عكس المعنى. نوفوزو نحن نعمل كورس أو سوبر ماركت، نحن نعمل كورس يعني مشتريات في السوبر ماركت، السوبر ماركت مذكر، يبقى ناخده أولى أولانية. أفيكي مع من أنت تذهب إلى ميدان التزلج؟ قال له أنا لا أخرج معه، أدور على كلمة أحد بالفرنساوي، قال لك الأخرانية. في الصباح أنا آكل مربى، المربى مؤنث، أدور على واحدة في دول بتاعت مؤنث، قال لك دولات تانية. سيفوزيت جرو لو أنك سمين أو تخين مارس رياضة، لو أنك تمين أو تخين ده أمر يا بيسيو، أمر مع الفو، أدور على فعل فير مع الفو، قال لك فت الأولانية.
يا انكور انت ما زلت جوعان؟ ادي كلمه انكور. قال له انا لم اعد جوعان. انكور مع بلو وانا مغمض خلاص حفظت. شوف السؤال اللي جاي. انا اشتريت خبز من المخبز. المخبز ده مكان مؤنث، يبقى ادور على واحده في دول مؤنث، يبقى اخد الا الاخراني. السؤال اللي جاي. انت تبقى في المنزل؟ قال له بسبب سوء الطقس، يبقى كلمه لماذا ايه اللي جاب عليها؟ قال لك بسبب كلمه بسبب، يبقى اخد كلمه بوركوا. جوليا تضع منتو، تلبس معطف، هي تكون بردان. احنا خدنا بردان وحران عطشان جوعان خايف، كل ده بياخد فعل افوار الاخراني. كي بتساوي الضمير ال في التصريف، ادور على واحده في دول بتساوي الضمير ال في التصريف. قال لك فيت الاولاني. جوليني ام با لا تحب، ده فعل ايه؟ ما بياخدش غير اداه معرفه. رياضه جمع، ادور على واحده في دول جمع. قال لك ال او اس هي اللي تنفع. السؤال اللي جاي. ماسير اختي وعندك بعد كده دو، يبقى فعل ايه بالظبط؟ ابريفير ولا فير ولا جويير؟ قال لك فعل فير هو اللي بياخد معاه دو. السؤال اللي جاي. مزيك الموسيقى خدناها في الفيديو اللي فات، قلنا اربع خمس كلمات كده هم يدخلوا النار، اللي هي كلمه الموسيقى واغنيه واغاني والرقص، دول كلمات بتودي النار، يبقى تاخد مؤنث، يبقى الموسيقى مؤنث، ادور على واحده دول مؤنث، يبقى رقم ب. جي سي جوير انا اعرف اعزف على الفولون. الكمان، الكمان مذكر، ادور على واحده في دول مذكر مع فعل جويه. قال لك بياخد دو مع المذكر في الالات الموسيقيه. مون فازين جاري فتي يحتفل بنجاحه، انا اشتري اليه، جاري بشتري اليه، يبقى خدنا الوي الاخراني. مي برونس والدي جمع، ادور على واحده في دول جمع. قال لك فونت الاخراني. رياضات جمع مذكر، انت تمارس، طب ادي جمع مؤنث ما تنفعش، وادي كومبياندو بيجي وراها جمع مذكر او جمع مؤنث خدناه. مون كوزن ابن عمي يلعب باتنيك الكرة الحديدية، الكرة الحديدية مؤنث مع فعل جوير، تاخد الا الاولاني. صافو دو يناسبك ان، الدو ده بيجي وراها الفعل في المصدر. ادي ام ماتش تلعب مباراة مصدر، ادور على فعل جوير. قال لك الاولاني. جي في دي لا اروبك، انا اعمل ايروبك في الجيم، صالة الالعاب مذكر، اخد او اللي هي رقم سي. مسيو سيد احترام، يبقى امر مع الفو، وانا مغمض ادور على واحده في دول مع الفو. قال لك ان هي تاو زد اللي هي رقم سي. شوفوا مراجعه الواحده اللي فات. بارفام اطعمه او نكهات، دي جمع مذكر، ادور على واحده في دول جمع مذكر. قال لك رقم ب. انا اشتريت حلوى من باتسري، محل الحلوى مؤنث، ادور على واحده في دول بتاعت مؤنث. قال لك الله الاخراني. دانز نار ست في الوصفه، انا اضع بور الزبد، الزبد مذكر، ادور على واحده في دول بتاعت مذكر. قال لك خلي بالك ده مقارنه، يبقى الزبد ده اسم ولا صفه ولا فعل؟ قال لك ده اسم، ادور على واحده فيها دو. قال لك الاولانيه. طب ما انا عندي بيكودو في الاخر، بس بيكودو ما يجيش معاها كو، لان كودي بتاعت مقارنه، اخد بلودو كثير من. جيبوان اشرب عصير اخويا، يبقى اكيد الجملة صيغتها مقارنة، اذا لم نجد كو في الجملة اخد اللي فيها كو، يبقى خدنا كو اللي هي رقم بي. موان كو يعني اقل من. الجاتو يكون اكثر لذاذة او مساوي في اللذاذة للايس كريم، دي مقارنة ودي صفة، الاولى ما تنفعش عشان بيجي وراها اسم، اللي فيها كو ما تنفعش عشان في وجود كو في الجملة. كلمة تري الأخرانية بيجي وراها صفة مش مقارنة، صفة صحيح بس ما تكونش مقارنة، يبقى خدنا أسي هي اللي بتاعت مقارنة لما الاقي كو في الجملة. لو ما فيش كو في الجملة والآيس كريم كنا خدنا كلمة تري هي اللي صح. مامير أم اشترت أمبو، قليل من الفواكه جامع مذكر، أنا مالي يا بسيو، أنا عندي كلمة أمبو بيجي وراها يا دي أو يا دي أبوستروف زائد اسم جامع، يبقى خدنا دي. لو فياند اللحمة تكون بون جيدة، نحن ناكل منها، لسه واخدينها، ياكل ويشرب، بتاخد اون الاخراني. اللحمه تكون جيده، نحن نفضلها، فعل يفضل بياخد اداه معرفه، واللحمه مؤنث، ادور على اداه معرفه مؤنث. قال لك الله. فرين الدقيق مؤنث، بس دي مذكر، ودي ماذا، ودي كيف، ودي كم من، كم من الدقيق اتضح في الوصف. اختي تعشق الاكل او العناصر، العناصر جمع مذكر، ادور على واحده في دول جمع مذكر. قال لك
دي مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر، خدنا الثالثة نهايتها اس بس. مي برانتس وانا، والدي وانا بتساوي الضمير نو، يبقى خدنا الاولانيين. اونيفير في الشتاء الطقس يكون بارد، ادي الطقس بيجي وراه او اللي هي رقم ب. منى وعمل فاصلة بعد منى يبقى عايز امر، وبحذف حرف الاس مع الضمير ت في افعال المجموعة الأولى، وما احذفش الاس في افعال المجموعة الثانية والثالثة، يبقى خدنا رقم سي. فورنوتير أداة توجد في مقلمتك، الأداة ده هي جمع مؤنث، أنا بكتب عليها جمع مؤنث، يبقى خدنا كل الأولانيين. ماميزون منزلي يكون في مواجهة المحطة، المحطة مؤنثة آخد دولا الأخرانيين. الصيف احنا قلنا مع بعض ان كل فصول السنة مذكر، وده الصيف فصل منهم مذكر مبدوء بحرف متحرك، يبقى اخد ست الاولانيين. كان في جملة قبلها ما قلناهاش. ابريل وربا بعد الوجبة امي تعمل تغسل الاطباق، فعل فير مع الاطباق بياخد لا على طول ما بياخدش دولا، احنا قلناها في ملحوظة قبل كده فكرني بيها يا مسيوم. قلنا ان فيرب فير في سنة اولى في سنة تانية كان بيجي وراه لا فاسيل ولولي، هنا معناها يغسل الطبق وهنا معناها يرتب السرير، فين ما بياخدش هنا دو. نشوف السؤال اللي جاي رقم سبعة. جوليان بريند تاخذ صور، الصور اكتب عليها جمع مؤنث، ادور على واحده في دول جمع مؤنث قال لك رقم سي. الفي مدريك جو معتدل في الربيع، الربيع فصل من فصول السنة، كل فصول السنة بتاخد اون ما عدا الربيع بياخد او الاخير. السؤال اللي جاي، سارة تلبس ان روب فستان كاروهات، فاكرين السنة اللي فاتت كنا قلنا ايه؟ منقط وكاروهات وبكعب وبرباط وبكم وبنص كم الى ما لا نهاية، مشجر وهكذا، بتاخد اه على اقسام. شوف السؤال اللي جاي، التوكيد بتاع ال تعال نشوفه، التوكيد بتاع اللوي ال، امال المواد كانت بتاعت مين؟ قال لك الجو. امال ال بتاعتها ايه؟ قال لك ال زيها. امال الاو مع مين؟ مع ال. خلاص خدنا الاخرانيين. شوف السؤال اللي جاي، منذ ساعة ماضي حديث، تصريف فعل فينير زائد دو زائد المصدر، ادي المصدر فاضل لي فينير دو رقم ب. نحل مع بعض الامتحان اللي فاضل ونقرا كلمات الدرس. انت تقترح الى زميلك الذهاب الى الريف، انت تقول اي يناسبك الخروج الى المدينه ما تنفعش، سنذهب الى الريف هذا يناسبك، سنذهب الى الريف هذا يناسبك رقم ب. زميلك بودموند يطلب منك كلمزيك اي موسيقى انت بتعرف تعزف، انت تقول انا اعرف تزلج ما تنفعش، اعرف ارسم ما تنفعش، اعزف على البيانو اعزف على البيانو. شوف السؤال اللي جاي، فور فيوز انت ترفض ان انفيتاسيون دعوه لزياره الريف، انت تقول بترفض دعوه بوركوا بادي معناها لما لا، يبقى دي قبول مش رفض. افيك بليزير بكل سرور دي قبول برضه، داكور موافق دي قبول برضه، اسف انا بخاف من الحيوانات، يبقى خدنا الاخرانيين. زميلك بودماند يطلب منك أين لوشيفيل الحصان يسكن، أنت تقول في الإكرو الأولاني. أنت تحب الذهاب إلى الريف، أنت تقول السبب لأن الطقس سيء، لا لأن الطبيعة جميلة، خلاص لأن الطبيعة جميلة. بودماند أنت تطلب من فترة مين من زميلك لماذا هو لا يحب الحياة في المدينة، هو هيقول لك الحياة تكون سهلة، انا احب الحياة في المدينة، الريف وحش، انا بتخنق في المدينة بتضايق او بتخنق من المدينة، يبقى اخد رقم د. انت تطلب من زميلك سيز اكتيفيتي انشطته في الريف، انت تقول مع من ما تنفعش، متى ما تنفعش، ماذا تفعل في الريف، يبقى ماذا تفعل في الريف رقم س. انت تتكلم عن عيوب لا كمباني الريف، أنت تقول يوجد ضوضاء في كل مكان، طبعا ده كلام مش سليم. الحياة تكون هادئة، ده كلام مش سليم. الطبيعة تكون جميلة، لا يوجد كثير من الحشرات، يبقى خدنا رقم دي.
فوترا مي زميلك نيئين با فيفر لا يحب الحياة في المدينة، أنت تطلب منه السبب. أكل فيل في أي مدينة ما تنفعش. لماذا أنت تذهب إلى الريف ما تنفعش. لماذا أنت لا تحب المدينة خلاص. لماذا أنت لا تحب المدينة رقم سي. بيقول لك الفريق بتاع زميلك بيرد خسر مباراته زي العادة، يعني عارفينه طبعا. أنت تشرح السبب. اللاعبين يكونوا في اللياقة ما تنفعش. اللاعبين يكونوا فرديين، هم كانوا فرديين وكل واحد عايز يلعب لنفسه عشان كده خسروا الكأس. نشوف السؤال اللي جاي. تي ني فا با أنت لا تذهب إلى البحر. قال لك بارسكو لأن أنا عندي أو أنا خايف من الماء. يبقى ليه أنت ما بتروحش البحر؟ عشان أنت خايف من الماء. أدي كلمة بارسكو، تديني كلمة بركوان ومغمض اللي هي رقم سي. ليكب الفريق يتدرب جيدا لكي يكسب المباراة. أدي مصدر. اللي بيجي وراه مصدر قال لك كلمة اسمها بور لكي. لا فيل المدينة سي أبوستروف إيه سي تي جاتا هي، بس إيه بيجي وراها صفة مفرد مذكر الأولاني. تي سي أنت تعرف نقط لابد من تحويل السوء طالما هجيب وراها مصدر. فعل ذو ضميرين، السوء تحول مع التي تي والمصدر بانيه الأخرانية اللي نهايتها أو ار، يبقى خدنا الأخير. لوشيان افهم الكلب جوعان، جوليا تعطي اليه، عايز كلمة اليه بالفرنسية. قال لك رقم سي. لو فريز الفراولة صنت تكون فريش طازجة، نحن نأكل منها. احنا اتفقنا مع بعض ان يأكل ويشرب بتاخد ايه؟ بتاخد اون. الا كمباني في الريف اون تروف نجد دي بساج مناظر. مناظر جمع مذكر، ادور على الهدف دول جمع مذكر. قال لك الاخراني رقم ب. تيفيكوا ماذا تفعل؟ قال له انا لا افعل شيء. عايز كلمه شيء بالفرنسي. قال لك كلمه شيء معناها، تعال نترجموهم. ادبرسون لا احد، جامي لا ابدا، با لا بس، يبريان لا شيء الاخراني. تيكو نسي جارسون انت تعرف هذا الولد؟ قال له انا لا اعرف احد، ادور على كلمه احد لسه مترجمها. قال لك كلمه برسون. أنت تلعب ألعاب فيديو، ألعاب فيديو جامع بتاخد أو الأولاني. أجوردوي اليوم يوجد مطر، المطر مؤنث، أدور على واحدة في دول بتاعت مؤنث. قال لك دولا الأخراني. نقرا مع بعض كلمات الدرس. ركز شوية في النطق مرة واحدة عشان ما بكررش تاني. إنسكت مستك بروي كالم أورديناتير كونترير مكرو فيرمير اير ترافيك فيلاج اربر. ريزون كوز اكسبليكاسيون لوجيك ديموند سورتي بورتي كلي فينتر بوليسيون أومير نوت أرموار بلي ناتير إكسيبليكير رانجير أوفري فيرمي رينتغي سيرو بوزي نفوجير سيرو انترنت سوغتي دوغمي بغوموني كوتي كومبغاندر قبل كنت فاتيغو اوفر فيرمي بروليان بولي مالير نيل تريست بروبري اون ريتارد على اير افوار بو. دي كلمات الدرس. الحمد لله رب العالمين، خلصنا الدرس الثاني زي ما انا توقعت ان فيه كميه ملحوظات كبيره جدا. يبقى كده الحمد لله عرفنا نلمها. اكتب ورايا الملحوظات على مهلك، اكتبها كلها، اعمل كراسه الملحوظات، هات فيديوهات سنه ثالثه كلها واكتب كل الملحوظات اللي جت عندك، هتلاقي نفسك عملت كراسه كبيره. الكراسه دي امتحان اخر السنه منها لا شك فيه، موجود فيها باذنك يا رب. توكل على ربنا سبحانه وتعالى.
اتمنى ان اشوفكم بخير اذا كان في العمر بقية، في فيديوهات تانية اكمل فيها شرح وحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.